في النشاط البرلماني تختتم اليوم بالمجلس الشعبي الوطني الجلسات العلنية المخصصة لمناقشة مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الاثنين الماضي الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن على النواب. جلسة اليوم التي يحضرها رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي والوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن وأعضاء الحكومة تعرف تدخل رؤساء الكتل البرلمانية، وسيفسح المجال فيما بعد للوزير الأول للرد على الانشغالات التي طرحت من قبل النواب طيلة الأيام الثلاثة المخصصة لمناقشة المخطط. وبخصوص مداخلات النواب فقد تناول أغلبها الجانب الاقتصادي نظرا للوضعية التي يعرفها الاقتصاد الوطني على غرار اقتصاديات دول العالم، كما كان للنواب المتدخلين بعض الملاحظات فيما تعلق بمخطط عمل الحكومة وضرورة إرفاقه بجدول زمني محدد وتوضيح الموارد المالية التي ترافق عملية التجسيد حتى يتسنى لهم كنواب فضل رقبتهم على المشاريع التي يتضمنها.